مرحبا، أنا ماهر الشيخ، أنا من سوريا وحالياً مقيم ببيلاروس. أنا حالياً مقيم ببيلاروس، عم بدرس إخراج تلفزيوني وسينمائي، وعم بعمل عروض مسرحية كميوزيك ميكر، يعني موسيقي أو صانع موسيقى IDM، موسيقى إلكترونية وراقص، وعم بعمل كذا فيلم وكذا عمل بحكم شغلي كوني مخرج. حبي للفن خلاني شخص أقوى بكتير. أنا شخص مريت بحرب، مريت بفقدان عالم كتير مثل كل هالسوريين طبعاً، وجيت على بلد بارد. يعني أول فترة كنت بعاني كتير من مشكلة اللغة، مشكلة مو بلدي، مشكلة الغربة، مشكلة إنه بلد بارد وما حدا حدك، أنت لحالك هون بدك تعمل كل شيء بإيدك. فهي كانت مشكلة كتير كبيرة، بس مع الزمن يعني تعلمت لغة ودرست هون، وصلني 5 سنين عايش هون، تعرفت على العالم، اشتغلت أول ميوزك فيديو، أول فيديو كليب فور ويسبرز، ثاني ميوزك فيديو كليب دراب ذا بيس، ثالث حالياً على المنتخب السوري، ومكملين إن شاء الله. الفن ما بيعرف حدود. يعني أنا سوري عايش ببيلاروس وعم بشتغل من بريطانيا، وهذا الشيء يعني اليوم أنت عندك إنترنت بياخدك لوين ما بدك، وحتى بدون فيزا بياخدك لأم مكان بدون فيزا حتى. وأنا اليوم يعني عم بشتغل بكذا دولة، مثل البروفايدر تبعي هو قناة فيفو العالمية، يعني عايش ببيلاروس ما أنا عايش بأمريكا أنا، والحمد لله قدرت أعمل عقد ما بيني وبين الشركة، وكنت أول واحد عربي، أول شاب عربي بيعمل عقد مع فيفو، وحاليا عم بشتغل معهم. أنا هون بهالبلد أبداً بحياتي ما حسيت حالي أجنبي أو غربتلي أو غريب. أنا هون دائماً كنت حاسس حالي يعني شخص مثلهم، لأنه هون ما عندهم مشكلة بدينك أو بجنسك أو منين أنت، أبداً ما بيسألوا. يعني هن جماعة، كل واحد بشغله وكل واحد عارفان شو قلوا شو اللي عليه، وكلياتهم حاطين بلدهم اللي هي بيلاروسيا بين عيونهم، وعم بيحاولوا يعملوها أعلى وأعلى وأعلى، لأنه بلدهم كتير بهالسنتين ثلاثة تطورت كتير. هن الجماعة مو شايفين بالدنيا كلها غير بلدهم، ما المهم شو دينك، ما المهم شو جنسك، ما المهم شو طائفتك، ما المهم هالشغلات كلها، المهم انت شخص منيح معي انا منيح معك، انتهى النقاش. ولحد اليوم انا ماني ما شفت ولا واحد سيء، ولا صار لي موقف سيء او حدا شتمني او حدا تعرض لي بالنهايه، بالعكس تماما، بالعكس ساعدوني كثير. بلد حلوه ونظيفه والعالم نظاف حلوين والحياه رخيصه، ابدا ولا واجهت اي مشكله.